السلام عليكم أطفال، اليوم سنتطرق بإذن الله إلى نشيد جميل دائما في مجال عالم الحيوان، نشيد بيت للإيجار. قال الفأر: أنا عندي بيت للإيجار. قال القط: أكتريه منك بألفي دينار كي تصبح مني أقرب جار، أتملى بوجهك ليل نهار. رد الفأر: لو تدفع أموال الدنيا لن تخدعني أيها المكار، إنني لا أصدق محتالا، لا أغدو خبر الأخبار. هذا نشيد من جليل غزعل، معجمي المساعد. بيت للإيجار معناه بيت للكراء، مكار يعني خداع، القط المكار يعني القط الخداع. أسئلة أقرأ وأفهم. ماذا اقترح الفأر على القط؟ في نظركم أطفال، ماذا اقترح الفأر على القط؟ ففي أول النشيد نلاحظ: قال الفأر: أنا عندي بيت للإيجار، يعني يقول للقط أنه لديه بيت للكراء. فكان الفأر يقترح على القط أن لديه بيت للكراء، فبماذا رد عليه القط؟ قال القط: أكتريه منك بألفي دينار. فأجابه القط أنه مستعد أن يكتريه منه بألفي دينار، وهذا ليصبح منه أقرب جار. أقرأ البيتين اللذين يظهران ذكاء الفأر. ففي الأخير هناك بيتان يبينان أن الفأر كان أذكى من القط المكار. رد الفأر: لو تدفع أموال الدنيا لن تخدعني أيها المكار، إنني لا أصدق محتالا، لا لن أغدو خبر الأخبار. يعني لو تدفع لي أموال الدنيا لن تخدعني أيها الخداع، وأنني لا أصدق محتالا، لا لن أغدو خبر الأخبار. فسنكتفي أيها الأطفال بهذه القراءة وبهذا الشرح، لأن النص نشيد سهل يمكنكم الفهم بسهولة، فحاولوا أن ترددوه في بيوتكم وتنشدوه، إنه نشيد جميل وممتع. وإلى اللقاء في قراءة جديدة بإذن الله. مع السلامة أطفال.